بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا سيدنا يا عظيم. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم. لو النار مش توقف بيدك التالي، فما أماكن ما تسلاش، لا وقت تحط في دارك. يقول لك ما حك دارك مثل ظفرك. أنا النار هي جايتك تلفح فيك من كفاك، لكن فما أجزاء من كفاك ذهب النار، وكلما نضجت بدلها ربي من جلد مكانها لكي يستمر العذاب، نسأل الله السلامة. لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون، ما حتى حد يجي منه. اللي دخل دخل يواجه تبعات أعماله في الدنيا، يبدأ يئن ولا يقول حد يقول بسم الله عليك، وغاديك شنو كان مع جماعة خلعة فهمتوا فيها القول هذه اللي يظهركم إبليس باش يجعلكم مجتمعين على معصية رب العالمين، ولا مجر الحديد يطول. أي وهم لا ينصرون ولا هم ينصرون، خذا خذا ما عند ربي كاملة منا خالصة كل خير. قالك أنت لن تنصر وأنت تحت غضب الله، خذ كل واحد منكم له شأن يغنيه في الدنيا وقت تجي سكرة الموت، أو يفلس أو يطيحوه من علن وهل مجر غضبوا عليه فسحتهم. كما التراب هذا يظل من حمقي من شوس اللي يتثبت بالكرسي حتى تولي الحل عند الدولة العميقة، وإلا يعني الأنظمة القانونية والعسكرية مش تخلوا تقلية رغم أنه باش يزيدوا ربي بلية. وحنا قلنا من البلايا اللي تنتظره كونه سيصاب بمصيبة الانهيار العصبي المفاجئ إذا كان شعره بقات فيه شوية شوية لون أشقر، فمش عم عليه كنيسي سما ذي كنيسي مانا بروتال، جي وقت الإنسان يصدم صدمة تزلزله فيولي شعره كله ما عادش تلقى فيه ريحة الأشقر لأنه أشقر خلق الله في هذه الأيام المظلمة. وقلنا سيعجل لأنه عاش فيك عيش يعجل بالانتحار، فيكون مآله انتحار أبدي في منفردة، نسأل الله السلامة.